يترقب سوق دبي المالي غدا عودة سهم شركة دريك أنسكال للتداول. للمزيد من عن هذا الموضوع تنضم إلينا من بيروت ماري سالم المحللة المالية في الشرق للأخبار. أهلا بك ماري. ماري، نحن نستقبل غدا عودة دريك أنسكال إلى السوق، ضعينا في أجواء ما الذي حدث، من أين كنا إلى أين وصلنا، وماذا نتوقع غدا؟ صباح الخير مايا، ويعطيك ألف عافية. يعني فعلا إذا بدنا نرجع شوي تاريخيا لوقت الإدراج تبع دريك أند سكال بال 2009، يعني أي من بعد الأزمة المالية بال 2008، كان الزخم والاكتتاب على سهم دريك أند سكال قوي جدا، خاصة أنه الشركة إذا بدنا نرجع للقطاع اللي هي كانت عم تدرج فيه وهو قطاع الكونستراكشن والقطاع العقارات، قطاع كان واعد جدا بهذيك الفترة رغم أنه كان في تحديات عالمية، إلا أنه السهم قدر ينجح بخلال 5 سنوات بالارتفاع بأكثر من 135%. هذا الارتفاع اللي كنا عم نشهده نحن على السهم إجا بفترات متتالية، يعني حتى إذا بدنا ناخذ بأول فترة من الإدراج، يمكن وقت الإدراج كان في بعض الثغرات وكان في تراجعات حتى عن سهم الإدراج بالنسبة لدريك أند سكال قبل ما يرجع يرتفع، ويرتفع بنسب جدا عالية وصل فيها بنهاية 2013 ل4.47 دراهم. نحن هذه الارتفاعات كانت عم تدعم المؤشر تبع سوق دبي المالي، خاصة انه الشركة دخلت دغري بالمؤشر العام وقدرت انها تحظى بوزن جدا عالي. بهذه الفترة بين 2008 و 2013، اي فترة الادراج الاولية والاداء الاول بالنسبة للشركة، كان في عنا تسجيل للأرباح، ولكن أرباح الشركة بقيت محصورة بنطاق محدد، يعني ما كان في عنا هذا النمو الكبير بأرباح أو عوائد الشركة، لأن الشركة كانت عم ترجع بأسباب هذا الأرباح المحدودة اللي كانت عم تعلن عنها بسبب التوسع وحتى الاستحواذات الكبيرة اللي كانت عم بتصير من قبل الشركة بهذيك الفترة. يعني أعلى نسبة أرباح سجلت لدريك أند سكال بال 2009 كانت تقريبا بحدود 325 مليون درهم فقط، بالمقارنة إذا بدنا ناخذها مع بقية الشركات بنفس القطاع كانت كتير النسب أعلى من اللي نحن عم نشوفها بالنسبة لدريك أند سكال. هلأ قطعنا فترة أول 5 سنوات اللي كانت بالنسبة للسهم أداء مميز وأداء ملفت، وحتى كان في كتير من الإغراءات بالنسبة للمستثمرين للدخول بهذا السهم، وهي العمليات التوسع اللي كانت الشركة عم توعد فيها. فتنا بال 2014 و 2015 وما يليها من ذلك، وبلشنا نشوف انهيار السهم وانهيار الأرباح تبع الشركة. يعني بلشنا نشوف تراجعات جدا قوية من 4 دراهم، حتى من مستويات قدر انه يوصل للسهم بحدود 6 دراهم بال 2014، رجعنا نزلنا تقريبا 28 فلس بال 2018 عند وقت توقف السهم عن التداول. بهيدي المرحلة بلشت تظهر الخسائر المتراكمة تبع الشركة، يعني بال 2014 سجلنا أرباح بحدود ال 100 مليون، رجعنا بال 2015 بلشنا نشوف الأرباح عم تدخل بالخسائر، يعني بطلنا عم نشوف أرباح من قبل الشركة، وصلت بال 2018 إنه تكون خسائر الشركة عم توصل تقريبا لل 4.5 مليار درهم، أي ما يعادل رأس المال تبع الشركة. وقت اللي وصلنا نحن بال 2017 وال 2016 نشوف إنه الخسائر عم بتزيد لهذه الشركة سنة بعد سنة، فينا نقول إنه صار في من علامة تعجب أو علامة استفهام حول الإدارة تبع هذه الشركة، وكيف عم بتصير هذه الخسائر متزايدة يوم بعد التاني، بالوقت اللي كنا عم نشوف نحن النمو بهذا القطاع ببقية الشركات اللي هي موجودة ضمن الأسواق الإماراتية، وخاصة أنه دريك أند سكال كان عندها توسع جغرافي مش بس بالإمارات وإنما حتى بأوروبا وحتى بدول الخليج والدول العربية. وقت اللي وصلنا نحن بال 2017 صار في عنا أول عملية إعادة هيكلة أو ريستركتشرينج لرأس المال تبع الشركة بهدف شطب الخسائر المتراكمة اللي كانت موجودة على الشركة. هون دخل في عنا مستثمر استراتيجي اللي هي مجموعة تبارك، صار في تخفيض ب 75% لرأس المال قبل إعادة ضخ سيولة جديدة تقريبا بحدود النص مليار درهم، لحتى يرجع يصير في إعادة هيكلة للمشاريع أو حتى للديون تبع هذه الشركة، ولكن هذه العملية ما نجحت أنها تنقذ الشركة من الانهيار بشكل تام، وتصير الخسائر المتراكمة تبع بحدود 4.5 مليار بال 2018، اي يعني بتصير هون عندنا الاكويتي بالخانه السلبيه، في عندنا 4.75 مليار كانت الاكويتي تبع هذه الشركه، وهون اللي بلشت المشاكل تكبر وبلشت العيون تتفتح على الادارات السابقه وما يتعلق بحوكمه الشركات. يعني كانت الهدف الاساسي مش انهيار الشركه، انما شو هو اللي عم بيصير داخليا وشو اللي عم بيصير من ناحيه حوكمه، وين الشفافيه في اعلان النتائج
بيانات تبع الشركات. توقف السهم عن التداول بنوفمبر 2018، ورجعنا شفنا البيانات كيف عم ترجع تصدر من قبل الشركه بال 19 وال 20 وال 21. مؤخرا صار في اعاده هيكله من نوع اخر بالنسبه للشركه، شطب 90% من الديون والزام الشركه ب 10% صكوك قابله، يعني ملزمه بالاستبدال لتغطيه ال 10% المتبقيه من هذه الديون. الشركه بكره حترجع للتداول. السهم طرح لزيادة رأس مال تقريبا بحدود 25 فلس للسهم، أي بتخفيض 75 فلس عن القيمة السوقية أو القيمة الدفترية اللي هي درهم للسهم. هذا الفرق حيدخل بالبيانات تبع الفترات المقبلة وحينشطب من الأرباح، نعم. أي ما حيكون في أي توزيعات إذا كان في من أرباح للمساهمين لتتغطى هذه المرحلة. هل هو استثمار مجدي بالنسبة هذا السؤال. للمستثمرين اللي دخلوا بهذا الاستثمار نعم سابقا؟ مريم. هيدي هلا فرصة بالنسبة لهم لتخفيض الخسائر او تخفيض الكوست تبعهم، طيب ولكن ما فينا نقول انه هو استثمار جديد لانه في عنا خسائر متراكمة مسبقة بهذه الشركة، يعني عم نفوت نحن على شيء سلبي قبل ما نفوت طيب على الشيء الايجابي. ماري طبعا يعطيك العافيه على السرد التاريخي والتفصيلي بالنسبه للشركه، يعني تشريح واضح. طيب بالنسبه لتوقعات التداول بدايه من بكره، يعني كيف ممكن يكون الاقبال، وهل ممكن نشوف يعني حركه مضاربه على السهم بناء على كل المعطيات التي اسستي لها وبشكل مختصر انت كرمتي؟ عماد، طبيعة الحال حيكون في مضارب، وطبيعة الحال المستثمرين يلي انتظروا 6 سنوات لحتى يرجع السهم على التداول وكانوا عندهم استثمارات قوية وضخمة بهذه الشركة، طبيعي انه حيكونوا عم يبحثوا عن فرص للتخارج. يعني بهذه المرحلة ما في وعود او اشياء واعدة بالنسبة للفترة المقبلة، خاصة انه خسائر المتراكمة تبع الشركة تخطت ال5 مليار بحسب البيان تبع الشركة اللي تم الاعلان عنه ب9 الشهر. يعني بعد نحن عندنا خطورة بهذا الاستثمار لحديت ما الشركة ترجع تدخل على المسار السليم وتثبت انه هذه الاعاده الهيكل اللي انفرضت عليها من قبل المحاكم بدبي بنوفمبر 2023 هي قادره على انها هي تديرها بشكل سليم وتشطب الخسائر، يعني ترجع البيانات الماليه تصدر بشكل اوضح وشفاف، ما بعتقد انه حنرجع نقدر نقول انه هذا استثمار مجدي بالنسبه للمستثمرين، خاصه انه بالقطاع نفسه عم نشوف الشركات الاخرى عم بتكون جدا واعده، وهلا حتى في عنا ادراج نيه ادراج لشركه الك يلي هي بنفس القطاع بتبلش على بيانات واضحه مش على خسائر متراكمه لشركه عم نحن حندخل فيها. يعني في كثير مغريات اخرى صارت موجوده بقلب الاسواق، السهم حيفتتح اكيد على مضاربه، حيفتتح بشكل انه المستثمرين بدهم يتخرجوا، في غيره ممكن يشوفوا سعر مغري، ولكن ما راح تكون استثمارات طويله الامد او استثمارات جديه لفترات طويله انه شركه واعده او اي شيء، بعد الصوره منا واضحه. حنترك الادراج والوقت لحتى يثبت قديش ممكن انه يكون في جديه في هذه عمليه اعاده الهيكله يلي الشركه تعرضت لها او حتى هلا عم تخضع لها. يعني ماري بشكل غير علمي نهائيا المستثمرين بكره رح يجربوا حظهم بالسوق مع سهم دريك هانسكال، احنا عم نحكي غير علمي. شكرا لك ماري سالم المحلله الماليه في الشرق للاخبار، كنت معنا من بيروت، اهلا وسهلا بك.